اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده البتنجان اللطيف الجميل ابو قلب ابيض، يعني هو قيمته الغذائيه عاليه جدا وما نستغناش عنه. بنعمله مسقعه، بنعمله مقلي، بيكون فواتح شهيه، بنعمله مقبلات. النهارده هنعمله بوفتيك مع لحمه، هندلعه النهارده ونبدا ان احنا نطوره ونحط معاه لحمه مفرومه ونعمله مع بقسماط وبيض، حاجه لطيفه وجميله ويبقى لطيف وكريسبي كده. هنشوف نعمله ازاي والفكره دي جايه منين. جايه من ان احنا بنجدد من المطبخ بتاعنا وبنطور منه وبنقدمه بافكار جديده. معانا طبق مكرونه النهارده بالبيستو صوص. البيستو صوص ده مصطلح او ده نوع من انواع الصوصات من المطبخ الطلياني، بيتعمل مع الريحان، مع اللوز او عين الجمل، النوع المكسرات اللي انت حباها. ممكن تعمليه بفول سوداني، ولكن الاساسي فيه ريحان اخضر، ده لازم يكون موجود معاه مع زيت زيتون والثوم اختياري. هنشوف نعمله مع بعض ازاي. والمكرونه دي انا بعشقها، وخاصه لو قدمنا معاه شويه جبنه بارميجان او جبنه موزاريلا حسب الرغبه. اما النهارده معانا الكب كيك بافكار بسيطه وسهله، وازاي ننمي اطفالنا ونجدد الذاكره عندهم ونقويها، ان احنا نضيف بعض انواع المكسرات في الكب كيك اللي هم بيحبوه، سواء بالشوكولاته سواء بالفانيليا. فهنعمله باللوز النهارده المطحون الناعم، ونشوف نعمله ازاي بافكار بسيطه وسهله، لان احنا اولادنا واطفالنا لازم نهتم بيهم لان مستقبلنا فيهم. فلازم ان احنا طبعا نهتم بالمأكولات بتاعتهم وبتغذيتهم، ودي حاجه مهمه جدا. تعالوا شوفوا نعمل البتنجان ازاي بوفتيك. ولما انا بشتغل مع البتنجان انا بطور منه، لان احنا محددين اقامته ما بين انه يكون مقلي مع شويه طعميه الصبح، وده افطار المصريين وانا بفتخر بيه وحاجه لطيفه. بتنجان مع طعميه مع طماطم مع بصل اخضر احلى افطار بالنسبه لي. ومعانا كمان لحمه مفرومه، ومعانا بصل وتوم وزبده وزيت للتحمير وبقسماط مع شويه زعتر. هي دي المقادير اللي موجوده على الشاشه، والصوره مفتوحه، وصوره البتنجان بيتكلم مصري على الشاشه. بتعرفي البتنجان طازه ازاي وزي الفل لان ملوش تاريخ صلاحيه. بتعرفي ان الزهره بتاعته تكون خضراء، البتنجانيه الجسم الخارجي بتاعها او الشكل الخارجي بتاعها او الملمس بتاعها بيلمع بالشكل ده كده. بتلاقي البتنجانة قاسية شوية، يعني ما بتبقاش طرية، تعرف ان هي طازة. وهنشوفها دلوقتي اللي هي قلبها ابيض زي الشيف. تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي نعمل خلطة البوفتيك قبل ما نشوف البتنجان. اللحمة المفرومة معانا، حلو، نبدأ ان احنا نتبلها تتبيلة حلوة كده كأننا بنعملها كفتة مثلا. يعني ادي اللحمة المفرومة، كمية حسب عدد أفراد الأسرة، ممكن نص كيلو، تلت كيلو، ربع كيلو، زي ما أنت عايزة. على اللحمة المفرومة دي بصلة ناعمة، فص توم ناعم، شوية بقدونس حلوين مفرومين ناعم كده، حلو الكلام. أحط كمان شوية بقسماط مع اللحمة، بحط بيضة، حلو الكلام، مع اللحمة، ده اختياري. حلو. هعجن عجينة دلوقتي اللحمة دي مع التوابل مع البهارات بتاعتنا، شوية ملح، شوية فلفل اللي انت حباه، بابريكا، كركم، زي ما انت عايز. يعني من الآخر حتة اللحمة تهتم بيها وتتبليها تتبيلتك المفضلة. عايزاها زعتر وملح وفلفل وبس، أهلا وسهلا، ده اختياري. حلو الكلام. دول شوية زعتر، أنا بحب الزعتر دايما مع الحاجات اللي فيها بيض وفيها جبنة. ونمسك اللحمة دي يا عم الشيف بالخلطة دي كده نعجنها. نعم يا غالي، السؤال ده سؤال وجيه جدا، كنت اتمنى الساده المشاهدين يسالوه، بس احنا هنجاوب عليه. مخرجنا بيقول لي ليه حطيت بيضه مع اللحمه المفرومه مع ان الكفته ما تحطش معاها بيضه. اخراجيا انت شاطر، وطهويا كمان شاطر بجد، فعلا الكفته ما تحطش معاها بيضه. بس انا بعمل بوفتيك وانا عايز اللحمه المفرومه دي تمسك جوه البتنجان، لان ايه قصه البوفتيك؟ ان انا هاخد اللحمه دي واعملها كده طبقات ما بين البتنجان وبعضه،
وجود البيضة هنا بيخلي لي اللحمة دي متماسكة مع البقسماط. فليها هنا ايه دور كبير جدا، لم الشمل. ادي حتة الكفتة بتاعتي خدمت عليها وعجنتها كويس، تبلتها كويس، التتبيلة زي ما قلت لحضراتكم حسب ما انت حابة. معلقتين بقسماط مع بيضة مع شوية بهارات مع بصلة واخليها على جنب. دي مرحلة. حلو الكلام لغاية دلوقتي زي الفل. ناخد البتنجان الحلو ده كده نشوف هنتعامل معاه ازاي. اخبار ال الله، بقول لك ايه يا مخرجنا يا جميل، تيجي اوريك صورة حلوة؟ ايه رأيك نفتح الفرن كده ونجيب لحظة الولادة للكب كيك باللوز؟ يا مزاج اللوز عادي، نفتح الفرن عادي. بص نجيب اللحظات الجميلة الحلوة، انا بحب اللحظات دي، لحظة الولادة، لحظة الانسجام، لحظة الازدهار، ايه الجمال والحلاوة دي. نقفل الفرن يلا بينا. حلو، ناخد البتنجان الحلو ده كده الله، ونشيل الزهرة الخضراء دي كده طازة، دي لسه البتنجان ده مقطوف دلوقتي. نشيل الطبقة دي كده ونيجي هنا كده كده نفس القصة هنا كده نفس القصة كده هنا. ولازم وانت بتشتري البتنجان انت عارفة هدفك ايه، حشو ولا هتعمليه بوفتيك؟ زي ما انا هشتغل دلوقتي كده، ده اختيار. انا قطعت البتنجانة دي على 5 شرايح. نجيب سكينة تانية رفيعة زي دي كده، شوف هتعمل ازاي بقى، ونيجي على البتنجانية الحلوة دي كده نوسع عشان مخرجنا اهو، زي ما بشتغل بالظبط مع صدر الفرخه. واجي هنا كده اهو، شفت الشقاوه دي كده، واعمل شريحه كده في النص اهو، بتقطعها تقريبا 5 مللي، احنا عارفين 10 مللي يعني سنتي، انت تقطعها 5 تقريبا اهو عشان ما تبقاش ايه تخينه قوي اهو بالشكل ده كده اهو. مش لازم بقى تحطيه في ملح وتحطيه في ميه والجو ده خالص. بقت عندي شريحه بتنجان بالشكل ده كده، ناخد اللحمه المفرومه دي كده اهو ونفردها هنا كده. افكار يعني، ما هو خلي بالك المطبخ ده ايه يعني، له قانون وله دستور وله حاجه، حسب ما انت بتحبي. حبيت المطبخ هتطوري منه، حبيت المطبخ هتجددي منه، حبيت المطبخ هتعملي من الفسيخ شربات زي ما الشيف المغازي كده عمل سمبوسه الفسيخ اهو. عملنا الفسيخ سمبوسه. شفت الجمال؟ نقفلها يلا نقفلها يلا نقفلها اهي، ونحطها هنا تاني مع بعض. شريحه زي دي كده فكره حلوه عجبتك انا عارف. تجديد، مش كل يوم مسقعه. ناخد كده حلوة قوي زي، ونقفل نفس القصة، خليها كده. تعال السكينة، السكينة اللي انا قطعت بيها البتنجان حاجة، والسكينة اللي انا بقطع بيها دلوقتي شريحة البتنجان حاجة، لازم تكون رفيعة كده عشان تمشي جوه البتنجان، انا مش عايزها تخينة قوي. الله. نعم يا غالي. اتكلم نظري. الخطوه اللي بعد كده هنرشرش البتنجان ده شويه بهارات حلوين من الملح والفلفل والزعتر، وبعد كده عندنا بيض، عندنا بقسماط، عندنا معلقه نشا، هنقلب البيض مع النشا مع شوية حليب، ونغلف البتنجانية دي بالنشا والبيض والحليب كسائل متماسك، وبعد كده نغلفها بالبقسماط، ثم تركها في التلاجة لمدة نص ساعة، و
وبعد كده يتم تحميرها في الزيت. شايفين اللحمة المفرومة؟ ايه الجمال ده؟ حتة اللحمة دي لازم تهتم بيها. ونقفلها. ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ حاجة جديدة. ولادك يرجعوا من المدرسة يلاقوا الجديد ده. جوزك يرجع من الشغل فاجئيه بقى، قولوا له انا عامله لك النهارده بتنجان مقلي. اوعى تقولوا له ان جواه لحمه. خلي بالك عشان يعرف انك انت بتعملي له مفاجآت. هو لما ياكل بقى هيستطعم. اقفلها. نعمل واحده كمان ولا نطلع فاصل زي ما انتوا حابين يا شباب؟ انا شغال اهو. حاضر. حاضر عيني اهو. نعمل كمان واحده ما وراناش حاجه. اول حاجه باخد البتنجان كده اهو. بشيل الحته دي مش عايزها. واجي كده. وانت بتقطعي اعملي حسابك انك تقطعيها تاني نصين. يجي هنا تاني كده يشيل دي كده مش عايزها. دي تيجي معايا واحده. الامانه يعني. كفايه كده عشان مش عايزه تخيله قوي. شيل دول كده. تعالوا نشتغل مع بعض دول. شوف ازاي هجيبها كده اهو. دايما بنقطعها نعملها يعني طبقتين. نيجي من عند مش بنجيش من عند الزهره الخضراء دي متماسكه فنهتم بيها شويه. دي هتخلي لي البتنجان ماسك في بعضه. نيجي هنا كده ونقطع كده اهو. بالراحه وتعوري ايدك يا اختي. الله يرضى عليك. حاضر. شفتي اهو. بس هو بالراحه كده ونروح على فين؟ على ورا. بالسكينه ونرفع كده. يلا بينا نحشيها. تعالوا مع بعض نعمل خليط من البيض والحليب والنشا. اتنين بيضه، قليل من الحليب. حلو قوي. من النشا تقريبا معلقه. ونقلبهم مع بعض. نعم اقول لك دلوقتي. حاضر. شويه زعتر. بيقول لي ليه حاطين النشا ده؟ زعتر. شويه ملح طبيعي وشويه فلفل. ونقلبهم مع بعض. دول ليه يا عم الشيف؟ علشان نغلف البتنجان بالنشا والبيض والحليب. هتقول لي ليه حطيت نشا؟ لان البتنجان الملمس بتاعه ناعم وانا عايز البتنجان يشيل من الخليط ده. الكفر بتاع البتنجان من الخارج يشيل من الخليط ده. فاعمل ايه؟ فحطيت نشا. هي دي بقى فراسة المطبخ. هنمسك البتنجان الحلو ده كده نغلفه بخليط البيض والحليب. وبعدين البقسماط. معانا طاسة على النار فيها زيت شديد الحرارة أو قلاية زي ما أنت عايزة. خلينا ننتهز فرصتنا ونخش على الطبق التالت بتاعنا، المكرونة بالبيستو صوص. نشوف المقادير على الشاشة قبل ما أحط المكرونة في الحلة نسلقها. معانا مكرونة اسباجيتي، معانا ريحان أخضر، معانا لوز جنب بعض اهوت زي الفل. وتعالوا نشوفوا ازاي مع بعض نقف في المطبخ نشتغل في كل حاجه وتبقي شاطره زي ما انا شغال كده. مقادير المكرونه بالبيستو صوص: اسباجيتي، ريحان اخضر، لوز، كريمه لباني، ملح وفلفل وزعتر. شفنا المقادير يا شباب؟ يلا يا فندم. حلو. المقادير على الشاشة: مكرونة اسباجيتي، بصل وتوم وكريمة لباني وزعتر. شفنا المقادير مع بعض عشان لما نشتغل نبقى عارفين التفاصيل. البتنجان بشرحه ليه كده؟ علشان يشيل من الخلطة اللي أنا عاملها. شفت كل خطوة بعملها
لها تفاصيلها. التشريحة دي مطلوبة. حلو. تسلم ايدك يا عم الشيف. نغلف كده واضغط بايدي كده واجي في الاطراف اعمل كده. يلا بينا بالاسكالوب ده. يلا كمان واحدة اهي في الاطراف كده. الله، ايه الحلاوة دي يا عم الشيف. كل واحد ياخد شريحة من دي، جواها لحمة مفرومة، جواها بتنجان، حديد، كالسيوم، بروتين، قيمة غذائية عالية، حب. نبدأ نحمر مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا في قلب الزيت، هو ده. في قلب الزيت، هو ده. في قلب الزيت، هو ده. نشتغل في البتنجان. يلا مفيش حاجة. ننزل في البقسماط، نمسك البتنجانية نشرحها كده، لأن الملمس بتاعها ناعم. أهم حاجة معلقة النشا يا أمي يا أختي يا خالتي يا ست الكل يا ست الحبايب، علشان النشا هو اللي هيخلي البتنجانية تتغلف من خليط البيض والحليب. شيل دول كفاية. يلا بينا. الله، ونمسك كده ونقلب. حاجات أفكار جديدة وسهلة يعني. بص هقولك للأمانة، يعني هي بنفس المقادير بتاعت المسقعة. لو هتعملي مسقعة، الزيادة عندي هنا البقسماط اللي هو عيش الفينو اللي بنجيبه للأولاد للمدرسة، باقي عندي طحنته في الكب عشان نتكلم للمصداقية وللأمانة. ما هي نفس المقادير، مسقعه يعني بتنجان يعني لحمه مفرومه يعني بصل يعني توم يعني فلفل رومي. البتنجان يتقلي واللحمه المفرومه تتعصج والبصله والتوم على النار، نعمل شويه صوص طماطم، وهي دي المسقعه، احنا شطار فيها. حلو الكلام؟ نفس المقادير ونفس الماتيريال، ولكن قدمنا البتنجان بشكل جديد وبلون جديد وبطعم جديد لاطفالنا لاولادنا لضيوفنا. ونتساءل على السفره الحلوة اللي بتجمعنا وبتلم الشمل. تعالى موريك البوفتيك بتاعنا يا راجل. ده كلام تفك مين بقى؟ ده انت لو تعملها هتفك. معانا مكان ياخد واحدة هنا. الله، اهي بالراحة كده، بالراحة، مش عايز عضلات. هي بتنجان بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الاخبار؟ بص على الحلاوة دي بالله عليك. البتنجان استوى؟ اللحمة استوت؟ اللحمة طلعت من البتنجان؟ لا. ناخد الاسكالوب بتاعنا نطلعه ونشوف جماله. اللهم صل على النبي. ده نعناع حلو كده، ونيجي هنا كده. ايه الحلاوة دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ كانت الحاجة رحمة الله عليها تقول لي دايما دعوة حلوة، روح يا ابني ربنا يحسن ما بين ايدك، ادعيها لاولادك يا امي. شفت الاسكالوب طالع من قلب الزيت بيغني ازاي؟ بيقول انا مصري وابويا مصري وامي مصرية وجدودي مصرية. ايه الحلاوة دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ البتنجان دوق وانت تعرف اذا استوى ولا ما استواش. الف انا وشاف. عايزة تحط صوص طماطم عليه؟ اهلا وسهلا. عايزه تقدميه زي ما هو كده، مش محتاج اي حاجه غير ايه؟ دعوه حلوه للشيف المغازي. مطبخنا النهارده تفاصيله بسيطه سهله، مش مكلف، نفس التكلفه اللي انت بتعملي بيها اي اكل. عملنا البتنجان اسكالوب، عملناه بوفتيك، عملنا الكب كيك باللوز لاطفالنا الحلوين، عملنا طبق مكرونه بيتكلم مصري بالبيستو صوص. الكلام ده منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.
ترجمة